أهلا بكم، هذه قراءة في كتاب رائع جدا عنوانه أصول أساطير الإسلام من الكتب اليهودية متأخرة التلفيق الهاكادا وأبوكريفا العهد القديم، الإصدار الموثق بالمراجع، وهو من تأليف وترجمة لؤي عشري وابن المقفع. Origins of Islam Legends and Beliefs from Jewish Haggadah and Old Testament Apocrypha by لؤي عشري and ابن المقفع. الكتاب من إصدار منتدى الملحدين العرب. الهدف من هذه السلسلة من الدراسات، سيتساءل الكثير من المسيحيين واليهود والمسلمين وغيرهم من أتباع الأديان إذ يطالعون هذه السلسلة من الدراسات في نقد الكتب المقدسة، لماذا نقد الكتب المقدسة والمقدسات والعقائد وتاريخ الأديان، ولماذا هذا الكفر والتجديف، وربما حسب ما سيقولون العناد والمكابرة. ربما يجب إزالة عدم التفهم والفهم بردي أن تلكم الكتب المسمات بالمقدسة وفقا لوجهة الرأي الإلحادي أساءت كثيرا للإنسانية وقيمها من حقوق الإنسان وحق حرية الفكر والرأي والتعبير والبحث العلمي، وظللت عن الحقائق العلمية لقرون طوال حتى تمت الاكتشافات العلمية في العصور الحديثة. ومن الراسخ أن حق التعبير مكفول لكل البشر على اختلاف أفكارهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم في الدول الليبرالية فقط طبعا، لذلك لا أجد ما يسيء أو يضير في نشر لدراساتي التي أرى أنها ستوضح الكثير من الحقائق عن الكتب المقدسة لدى أتباع تلك الأديان التي غابت أو غيبت عن أغلبهم. ومهما اختلفنا كبشر فكريا، فإن احترامنا لاختلاف عقائدنا وأفكارنا وآرائنا، أي احترام التعددية، هو أحد أهم قيم الحضارة والتمدن البشري على الإطلاق. وليكن المقدس لدينا هو البحث عن الحقيقة وحرية التعبير والتعددية واحترامنا وتقديرنا المتبادل. تأتي هذه الدراسة بعد سنوات طوال من القراءة والدراسة المتأنية للكتب المقدسة. حاليا الكتاب المقدس بعهديه والهاكادا وكتب أبوكريفا العهد القديم والعهد الجديد ونصوص الإسلام من القرآن والأحاديث وكتب سيرة محمد، لذلك جاءت بهذا الحجم الكبير مع كثرة أبوابها ومواضيعها، نظرا لغناها الشديد بالنصوص الهاكادية المترجمة عن الإنجليزية إلى العربية والنصوص الإسلامية والمقارنات بينهما في إطار علم مقارنة الأديان والمعلومات والحقائق التي تم بحثها وعملها بعد جهد كبير مضن. وكان أي اختصار لها سيؤدي إلى فقدان الكثير من القيمة العلمية، لذا فإنني أضع ثقتي في كل من القارئ المثقف والباحث المحب للمعلومات الوافرة وقراءة الموسوعات التي تغني عن عشرات الكتب الموجزة الغير شاملة لمجال بحثها. تمنياتي للقارئ والباحث بقراءة مفيدة وممتعة. الإهداء: إذا كل علماء الأحياء والكونيات والأديان من الملحدين الذين أدين لهم بالفضل، وإذا كل المترجمين الملحدين المنورين لعقول تريد الاستنارة والعلم والمعرفة مرشد إلى الإلحاد. أبيات من الشعر: كل الذي تحكون عن مولاكم كذب أتاكم عن يهود يحبر، رامت به الأحبار نيل معيشة في الدهر والعمل القبيح يتبر، يتلون أشفارهم والحق يخبرني بأن آخرها مين وأولها صدقت يا عقل فليبعد أخو سفه، صاغ الأحاديث إفكا أو تأولها، وليس حبر ببدع في صحابته إن سام نفعا بأخبار تقولها، وإنما رام نسوانا تزوجها بما أفتراه أموالا تمولها، طال العناء بكون الشخص في أمم تعد فرية غاويها معولها، وصاحب الشرع كان القدس قبلته صلى إليها زمانا ثم حولها، لا يخدعنك داع قام في ملأ بخطبة زان معناها وطولها، فما العظات وإن راعت سوى حيل من ذي مقال على ناس تحولها. الأبيات لأبي العلاء المعري. المقدمة:
مقدمة هذه الدراسة ومتى فرغت كتابة القصص الهاجادية قبل أم بعد محمد؟ الهاجادة هي مجموعة القصص الخرافية التي أضافها الربيون ضمن شروحهم وتوشياتهم على العهد القديم بقصصه وأساطيره، وقد ألفت تلك القصص في الفترة من القرن الثاني إلى الرابع الميلاديين، ويقال أن سبب تأليفها وانتشارها كان لمواجهة مد انتشار الدين المسيحي في ذلك العصر. إنما قد نقتبس منه في هذه الدراسة التلمود والمدراش ربا وأسفار الأبوكريفة السريانية واليونانية والأثيوبية، وكلها أقدم من الإسلام وعصر محمد مؤسسه بقرون. إن كان القرآن يقول مؤلفه عنه أنه جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، البقرة 41 و97 والمائدة 48، آل عمران الآية 3، فاطر 31، الأحقاف 30 وغيرهن، ورغم أننا نراه جاء مقتبسا لا أكثر، لكن هذه دراسة أخرى ليس محلها هنا. لكن السؤال، إذ سنثبت بهذه الدراسة كثرة اقتباسات القرآن والأحاديث من الهاجادة والأبوكريفة مما لا يوجد في كتاب اليهود المقدس المعروف بالتوراة أو التناخ أو العهد القديم، هو إن كان كذلك فهل هو جاء مصدقا كذلك للكتب الغير قانونية المتأخرة في تاريخ كتابتها عن العهد القديم؟ لقد سردنا في هذا البحث ودققنا بالتمحيص كل أسطورة إسلامية ومعتقد اقتبس من الهاجادة أو أبوكريفة العهد القديم، مع عرض ومقارنة كامل النصين اليهودي الهاجادي أو الأبوكريفي والنص الإسلامي قرآن أو أحاديث صحيحة. ملاحظة من عندي، وصف العهد القديم هو مصطلح مسيحي، أما اليهود فيسمون كتابهم الكتاب المقدس العبري لا غير. يضيف المؤلف فيقول، عن زمن كتابة التلمود نقرأ في موسوعة ويكيبيديا مادة التلمود. استكمل التلمود وهو عبارة عن التراث الفقهي اليهودي في النصف الأول من الألفية الأولى في القرن السادس بضمنه القمارة إن لم يكن الخامس. انظر ما كتب في الرابط تحت موضوع التلمود البابلي، أي أن الشارح رابينا مات عام 499 وموته أعلن اكتمال صياغة التلمود، مع أن بعض الأجزاء من القمارة لم يكتمل بشكله الحالي حتى سنة 700 ميلادية. هذا أقصى حد. التلمود لا يحتوي على أي إشارة لظهور محمد التاريخي أو أي فتوى بخصوص التعامل مع المسلمين. أيضا أقرأ الرابط تحت عنوان الهجوم على التلمود، حيث تجد أن التلمود تطرق فقط إلى المسيحية ونقدها. إن قصص الهاجادة الموجودة في التلمود، وهذا هو الشيء المهم، هي جزء من القمارة، والقمارة هي تفسير المشنة. فعندما استعصت المشنة على بعض القراء أخذ علماء اليهود يكتبون عليها حواشي كثيرة وشروحا مسهبة، وسميت تلك الحواشي والشروح باسم القمارة، وهي كلمة آرامية بمعنى الإكمال أو الدراسة. فالقمارة هي عبارة عن التعليقات والشروح والتفسيرات التي وضعها الربيون والفقهاء اليهود المسمون بالأمورائيين الأمورائيم، أي حرفيا المتكلمين أي المعلمين، في الفترة 220 إلى 500 ميلادية في فلسطين وبابل، أي بين القرنين الثالث والسادس الميلادي، بالإضافة إلى الهاجادة في التفاسير المتعددة لمفسري الكتاب اليهودي. أما تحت عنوان هاجادة في ويكيبيديا بخصوص الهاجادة عموما سواء في التلمود أو المدراشيم أو الترجمات، وتحت عنوان جانبي استكمال الهاجادة نقرأ النص باللغة الإنجليزية. According to Jewish tradition, the Haggadah was compiled during the Mishnaic and Talmudic periods, but the exact time is not known. The Haggadah could not have been written earlier than the time of Rabbi Yehuda ben Eli around 170 CE, who is the latest Tana to be quoted in the Haggadah. According to most Talmudic commentaries, Rav and Shmuel argued that the compilation of the Haggadah
and hence it was not completed by that time. However, the Malbim, along with minority of commentators, believed that the Rev and Shmuel were not arguing on its completion, but its interpretation, and hence was completed by then. According to this explanation, the Haggadah was written during the lifetime of Rav Yehuda ben Nasi, the compiler of the Mishnah. The Malbim theorizes that the Haggadah was written by Rav Yehuda HaNasi himself. Nevertheless, all commentators agree that it was completed by the time of Rav Nachman, mentioned in Peshachim 11:6a. There is a dispute over which Rav Nachman the Talmud was referring to. According to some commentators, this was Rav Nachman Bar Yaakov, around 280, while others maintain this was Rav Nachman Bar Yitzchak, 360 CE. يعني أن آخر قصص من قصص الهاجادة كتبت ليس بعد من 360 ميلادية ومن المرجح قبلها. بذا نصير متأكدين من وقت كتابة الهاجادوت. أما المدراشيم المنضوية تحت اسم مدراش ربا كالتكوين ربا والخروج ربا واللاويين ربا إلى آخره، فقد ألفت في الفترة من القرنين الرابع والسادس الميلاديين كما قرر العلماء المتخصصون. أحيانا وجدنا بعض أساطير الهاجادة لها جذور في مواد أثرية أبوكريفية أقدم، مثل ما وجدنا قصة زوج إبراهيم سارة مع فرعون حسب القصة الغير توراتية في التكوين ربا في سفر التكوين المنحول الخاص بطائفة الأسينيين المكتشف ضمن مخطوطات خربة قمران الشهيرة، ويعود إلى القرن الأول الميلادي. انظر صفحة 185 من بحثنا. إن الإسلام في أغلب ملامحه ديانة قائمة بشكل كبير على الهاجادوت وأبوكريفة اليهودية والمسيحية، كما سنثبت في هذا البحث والبحث التالي عن الأبوكريفة المسيحية مصدر لأساطير ومعتقدات الإسلام عن المسيح وعدوه الكذاب والآخرويات. الهاجادة تذكر القصص القرآنية بالتفاصيل كما سنرى، فمن تعتقدون الأصل، التفاصيل أم الاقتباس المقتضب؟ من الملاحظة أن محمد في نقله من المواد الهاجادية كان يحدث في كثير من الأحيان أن ينقلها في القرآن مشوشة أو مشوهة، مثل ما حدث في نقله لقصة يوسف الهاجادية، خطأ واضح في ترتيب الأحداث لأنها لم تكن موادا مترجمة مثل ما كانت هناك ترجمات عربية بالجهود الفردية والذاتية لبعض الأفراد للكتاب المقدس إلى اللغة العربية في ذلك الزمن. بالتالي كان يضطر محمد لحفظها حفظا، فيحدث لها بالتأكيد تشوه أو ابتسار متوقع غير مقصود بفعل الذاكرة البشرية. من المشاكل التي واجهتها وتمكنت من حلها أن كتاب لويس جيزنبرغ لا يسرد فقط قصصا من الهاجادة الربينية، فهي في الأجزاء الأربعة من كتابه يمزجها بلا تمييز بقصص وأجزاء من أسفار أبوكريفة العهد القديم، قام هو بتلخيصها أو استخلاصها منها، وإن كان لمح لذلك في مقدمة كتابه حيث سميها بزائفة النسبة والمكتوب بعضها بالغريكية أو الأثيوبية وغيرها، والتي أخذ بعضها صياغة وصبغة مسيحية متأخرة، ولكن من الواضح أنها ذات أصل عبري أو آرامي يهودي. وقد كان سهلا علي تمييز نصوص أسفار الأبوكريفة اليهودية التي يوردها عن نصوص الهاجاديات، نظرا لأني كنت قد قرأت خلال الدراسة كل أسفار الأبوكريفة أو معظمها. كذلك أوردنا المراجع الخاصة بالنصوص الهاجادية من التلمود والمدراشيم والترجمات بالعودة إلى الجزئين الخامس والسادس من كتاب لويس جيزنبرغ أساطير اليهود، الذي يورد بهما مراجع قصصه من أسفار الربيين بمحتوياتها الهاجادية ومن أسفار الأبوكريفة مع ملاحظات وتفاصيل ومقارنات بل ونسخ أخرى من قصص الهاجاديات لأجل المتخصصين والأكاديميين الباحثين
وبالعودة إلى الموسوعة اليهودية الإنجليزية أيضا، وننصح الراغبين باستزادة متخصصة من دراسة اليهوديات والهاجاليات بالعودة إلى الجزئين الخامس والسادس لأنهما مؤلفان للمتخصصين، على عكس الأربعة أجزاء المبسطة الموجهة للجمهور العلمي البسيط من قراء لويس جيزنبرغ. الجدير بالذكر أن الإصدار الأول من بحثنا لم يكن يحتوي على ذكر المراجع الهاجالية والأفوكريفية، وقد كان لجاما للمنهج البحثي السليم إرادها خاصة لمن يريد البحث عن تواريخ تأليفها. يشير لويس للأسفار الزائفة بالنسبة وأنه ضمن أساطيرها في كتابه عدة مرات، وهنا اقتباس باللغة الإنجليزية لن أقرأه. يضيف المؤلف: لما انتهيت من دراسة قصص الأشخاص الأسطورية اليهودية في كتاب أساطير اليهود للويس جيزنبرغ وعلاقة الهاجادة باقتباسات الإسلام منها، صرت أبحث عن دراسة المعتقدات في الهاجادة عن الإسكاتولوجي أو أحداث آخر الزمان الأسطورية والأخراويات، عصر المسيح والموت والبرزخ والبعث والحساب والجنة والجحيم والأعراف، وكذلك المعتقدات اللاهوتية مثل روح القدس والسكينة واسم الله الأعظم والنبوة والمعتقدات عن الملائكة ومصطلحات هامة أخرى سواء في اليهودية أو الإسلام. ووجدت مبتغايا مما لم يرد ذكره في كتاب أساطير اليهود بخصوص المعتقدات اللاهوتية والإسخاتولوجية مذكورا ومدروسا بشكل علمي وعلماني مع ذكر المصادر اليهودية العبرية في الموسوعة اليهودية المنشورة بين الأعوام 1901 و1906، والتي تم وضعها على موقع نت خاص www.jewishencyclopedia.com. ثم درست في آخر الدراسة كل الأسفار اليهودية الأفوكريفية أو كما يسمى البعض أسفار أفوكريف العهد القديم، وعملت مقارنة بينها وبين الإسلام على شكل جدول مختصر ملخصا فيه اقتباسات الإسلام منها. إن الدراسة بشكلها النهائي ومعظم موادها تعود لي، ولكن الفضل لابن المقفع في بدء فكرة دراسة هذا الموضوع، فيا له من فضل ومأثرة عظيمتين حازهما ابن المقفع دونا عن كل الملحدين العرب، ناهيك عن أعماله في ترجمة مواد إلحادية وعلم أديانية عن الإنجليزية. وفي ختام المقدمة أتمنى للقارئ الاستمتاع والاستفادة بهذه الدراسة المقارنة. أود تسجيل ملحوظة عابرة: كان اليهود يسمون مكان الدراسات الربينية بفرعيها الهاجادي القصص والهلاقي التشريعات الفقهية أحيانا ببيت ها مدراش، أي بيت المدراش، بيت التعليم أو تفسير الدراسة. تعليق من عندي: نستطيع أن قد نسميه أيضا بيت المدرس أو المدرس. يقول المؤلف: وأحد مراجع كتاب جيزنبرغ هو BHM، اختصار لهذه الكلمة بيت أو بيت ها مدراش، فمؤلفه الألماني جيرينيك أدولف استمد واستوحى من اسم معاهدهم الدينية اسم كتابه المرجع في الهاجادوت. وقد ورد في السيرة النبوية لابن هشام أن محمدا دخل على اليهود في بيت المدارس، وهي تحريف عربي أو تعريب لبيت هامدراش. فإن يذهب زعمه عدم معرفة يهود الجزيرة العربية بالتراث الحاخامي. أيضا لدينا بعض النماذج التي ورد بها في الأحاديث الإسلامية أخذ محمد وتعليمه من اليهود وتكلمه معهم على نحو صريح، ومن ذلك من لفظ البخاري الحديث 6520: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون. قال: وما هذا؟ قال: ثور ونون، يأكل من زائدة كبدهما 70,000. نهاية الحديث. ولدينا قصة المرأة العجوز التي بحديثها مع عائشة دخل اعتقاد عذاب القبر ضمن ديانة محمد الإسلام، من لفظ مسلم. الحديث رقم 584. حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى، قال هارون حدثنا، وقال حرملة أخبرنا، ابن وهب أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن الزبير أن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. حديث 586. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. الحديث 586. حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة بهذا الحديث، وفيه قالت: وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. ومن لفظ أحمد بن حنبل الحديث 24,520. حدثنا هاشم قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال حدثنا سعيد عن عائشة أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فقلت: يا رسول الله، هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: لا. وعم ذاك؟ قالت: هذه اليهودية لا نصنع إليها من المعروف شيئا إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر. قال: كذبت اليهود، وهم على الله عز وجل أكذب، لا عذاب دون يوم القيامة. قالت: ثم مكث بعد ذاك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، أضلتكم الفتن كقطع الليل المظلم، أيها الناس، لو تعلمون ما أعلم بكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، أيها الناس، استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. هوامش: واحد في قاف اليهودية، اثنان في النسخ الخطية كذب وضبب فوقها في ضاد ثمانية، والمثبت من هامش كل من ضاد ثمانية وهاء وعليها علامة الصحة في هاء. الهامش ثلاثة في ميم لبكيتم. أربعة: إسناد صحيح على شرط شيخين، هاشم هو ابن القاسم أبو النضر، وإسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي. الحديث 24,582. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول لي: أشعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن اليهود. فقالت عائشة:
فلبثنا ليالية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. إسناده صحيح على شرط شيخين: أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني، وشعيب هو ابن أبي حمزة. الحديث 24178. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت عليها يهودية استوهبتها طيبا، فوهبت لها عائشة فقالت: أجارك الله من عذاب القبر. قالت: فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فذكرت ذلك له، قلت: يا رسول الله، إن للقبر عذابا. قال: نعم، إنهم لا يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. الحديث رقم 24268. حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال حدثني عمرة قالت: سمعت عائشة تقول: جاءتني يهودية تسألني فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أنا أعذب في القبور؟ قال: عائذ بالله. فركب مركبا فخسفت الشمس فخرجت، فكنت بين الحجر مع النسوة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من مركبه فأتى مصلاتا فصلى الناس وراءه، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القيام، ثم سجد فأطال السجود، ثم قام أيسر من قيامه الأول، ثم ركع أيسر من ركوعه الأول، ثم قام أيسر من قيامه الأول، ثم ركع أيسر من ركوعه الأول، ثم سجد أيسر من سجوده الأول، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. فتجلت الشمس فقال: إنكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت: فسمعته بعد يستعيذ بالله من عذاب القبر. الهامش رقم 2. الهامش رقم 1 فيها وأكثر مصادر التخريج: عائذا. قال الحافظ في الفتح الجزء الثاني 538، وروي بالرفع أي أنا عائذ، وكأن ذلك كان قبل أن يطالع النبي صلى الله عليه وسلم على عذاب القبر. الهامش الثاني إسناده صحيح على شرط الشيخين: يحيى شيخ أحمد وابن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد شيخه هو الأنصاري، وعمرة هي بنت عبد الرحمن الأنصارية. وفي الشروح قال السندي: قولها قال لا، كان المراد لم يوحى إلي بذلك، فالظاهر أنه لا عذاب وأن قائله كذب، فصار هذا الكلام مقيدا بالظن وليس المراد القطع حتى يتوهم الكذب فيه. ومن لفظ البخاري الحديث رقم 1049. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. وفي الحديث 1050 ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. الحديث 6366. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل
عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا. ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. في الأول رفض محمد الفكرة والمعتقد عن عذاب القبر السخيف، ثم عاد فأخذ به لما وجده وسيلة جيدة لتسخير العقول الساذجة، أو لما تأكد من وجوده في كتب الربيين، لأنه كما نرى كان يراعي التقاليد اليهودية بالذات في معظم تفاصيل إنشائه لديانته، حتى كرهه لأكل لحم الضب أو تشريع منسوخ في أول الإسلام بأن لا تبقى ذبيحة عيد الأضحى بعد 3 أيام بصورة مشابهة لما عند اليهود في عيد الفصح أو الخروج، وحتى صيام عاشوراء كان في أوله فريضة كيوم الكفارة قبل فرض رمضان، بل اسم عاشوراء أو عاشوراء هو اسم عند اليهود ليوم الكفارة لأنه يكون في اليوم العاشر من شهره. وروى أحمد بن حنبل الأحاديث 11002، حدثنا روح، حدثنا حماد، حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. نهاية الحديث. حديث صحيح وورد في الصحيحين كذلك. 14883. حدثنا علي، حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: إني سائلهم عن تربة الجنة وهي درمكة بيضاء. فسألهم فقالوا: هي خبزة يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخبز من الدرمك. الهامش 2. حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد. علي هو ابن عبد الله المديني، والسفيان هو ابن عيينة، والشعبي هو عامر بن شراحيل. وأخرجه الترمذي الحديث رقم 3327 عن ابن أبي عمر وأبي نعيم في صفة الجنة 159 من طريق محمد بن أبي خلف، كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم 152 من طريق ابن أبي نجيح عن الزبير بن موسى عن أبيه عن جابر بنحوه. وموسى وهو ابن ميناء والد الزبير لا يعرف. وأخرجه أبو نعيم 153 من طريق محمد بن أبي السري عن سفيان بهذا الإسناد موقوفا مختصرا بدون قصة. ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري السادف برقم 11002. قاله درمك، قال السندي: هو الدقيق الخالص. قيل: المراد أنها في البياض والنعومة درمك، وفي الطيب مسك، والخبزة هي العجين. يبدو أن قصة الحوار مع أحبار اليهود أكثر منطقية وصحة من قصة الحوار مع الطفل الأسطوري ابن الصياد. لمراجعة أصل أسطورة ابن الصياد انظر بحثي عن الأفقريفة المسيحية والهرطقات كمصدر لأساطير الإسلام، حيث اعتقدت تلك الأسفار المسيحية متأخرة التلفيق والوضع أن الدجال قد يظهر بشكل طفل له شعرات شهباء أو رجل عجوز إلى آخره. ووردت مسألة عقيدة الأرض البيضاء منزوعة الجبال والتلال والآثام المتساوية البيضاء كالثلج في رؤيا القديس يوحنا الأفوكريفية، وهي غير التي في إنجيل المسيحيين القانوني، وهي مبنية على تفسير أسطوري هاغالي النمط للمزمور 7 الآية 51. وقد كانت هناك في عهد محمد كما يبدو ترجمات للكتاب المقدس والأسفار الأفوكريفية، فنقرأ في مسند أحمد بن حنبل الحديث 15156. حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا هشيم، أخبرنا مجادد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب
أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. نهاية الحديث. إسناده ضعيف لضعف مجالد، وهو ابن سعيد، ونقل ابن حجر في ترجمة عبد الله بن ثابت من الإصابة الجزء الرابع الصفحة 30 عن البخاري أنه قال: قال مجالد عن الشعبي عن جابر أن عمر أتى بكتاب ولا يصح. قلنا وقوله ولا يصح لم يرد في المطبوع من التاريخ الكبير للبخاري الجزء الخامس 39، أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث الجزء الثالث 28 و29، وابن أبي شيبة الجزء التاسع 47، وابن أبي عاصم في السنة 50، والبزار 124 كشف الأستار، والبيهقي في شعب الإيمان 177، والبغوي في شرح السنة 126، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله المجدد الثاني 42 من طرق عن هشيم ابن بشير بهذا الإسناد. وتحرف هشيم في المطبوع من مصنف ابن أبي شيبة وشرح السنة إلى هشام، وأخرجه بنحوه الدارمي 435 من طريق ابن نمير عن مجادد به، وسلف من طريق حماد بن زيد عن مجادد برقم 14631، وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن 89، وأبو عبيد في غريب الحديث المجدد الثالث 29، ومن طريقه البيهقي في الشعب 178 عن الحسن البصري أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يحدثوننا بأحاديث قد أخذت بقلوبنا وقد هممنا أن نكتبها، فقال: يا ابن الخطاب، أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولكني أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. نهاية الحديث. ورجاله ثقات، إذا أنه من مراسل الحسن البصري. وفي الباب عن أبي الدرداء قال: جاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فراغ، فذكره. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء الأول 174، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو عامر القاسم ابن محمد الأسدي، ولم أرى من ترجمه، وبقية رجاله موثقون. ومن المحتمل أن عمر لاحظ شيئا ما يستحق المقارنة لتناقضه أو ضعفه في الاقتباس كما في مواضيع كتابنا هذا. بالتأكيد لم يكن محمد يريد ضجة ولفت نظر لنقله من كتب الربيين في نقاش علني عام مفتوح على الناس، لذا رفض مناقشة عمر. عمر هنا فكر قليلا في الدين، وهي حالة نادرة، فهذا ليس من طبعه، ولا نرى مثيلا ليوم شك فيه عمر في الدين سوى يوم صلح الحديبية، لأنه وجد فشل بشارة محمد بدخول مكة للعمرة حسب زعمه في رؤيا، ثم برر ذلك بأن الله لم يحدد سنة الدخول. الآية تقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الفتح 27. ومن يقرأ عن شخصيته يعلم أنه كان تابعا مخلصا بإيمان أعمى مثله كأبي بكر، لا شأن له بفكر، على عكس أشخاص مثل عبد الله ابن العباس الذي نرجح أنه كان عنده علم وفكرة قوية بأصول دين الإسلام وكيف تم بناؤه واقتباس معظمه من الكتب الربانية بالذات. على أي حال، فقد ذكرنا مقارنات وافية ونماذج واضحة لكثرة اقتباس محمد وبعد وفاته أصحابه وتابعي الصحابة من تراث الهاجادة بالذات.
نتمنى لكم قراءة مفيدة وشيقة. مقدمة مختصرة في تعريف الهاجادة وتاريخها تحت عنوان مدراشيم الهاجادة، مدراش هاجادة في الموسوعة اليهودية. نترجم جزءا من الموضوع. معنى الهاجادة: مدراشيم الهاجادة تتضمن تفاسير وتأويل النص المقدس أو التوسع عليه بإضافة أساطير جديدة غير مذكورة في النصوص الشرعية للكتاب المقدس بأسلوب وعظي أو أخلاقي. وأحيانا تكون الأساطير الهاجادية وثيقة الصلة والتشابه أو حتى التطابق مع الكتب غير الشرعية الأبوكريفية كقصة أخنوخ وحياة آدم وحواء وموت موسى. الكلمة هاجادة وبالآرامية أجادة تعني في الأصل الإخبار أو التحديث، وبمعنى أكثر تحديدا تعني المبالغة والتوسع بالتفسير لأحدى فقرات الكتاب المقدس وإنشاء معتقدات وتصورات جديدة قائمة على تلك التفسيرات المغلوطة التي تحمل النص غالبا ما لا يحتمله. وردت الكلمة هاجادة كثيرا في كتابات الربيين القيمة، ولعل الكلمة هاجادة وجمعها هاجادوت كان لها في البدء استعمال عام، لكن في وقت مبكر صارت محصورة الدلالة على التفاسير الغير حلاقية هلاكية. الهلاكة أي التشريعات الربينية. المترجم: انظر مادة المدراشيم الهلاكية، مدراش هلاكة في الموسوعة اليهودية. جاءت الكلمة إذن في البدء لتعني معنى أكثر اتساعا وعموما، دالة ليس على التفسير الهاجادي لإحدى فقرات الكتاب المقدس بل التفاسير الهاجادية عموما. والخلاصة أن مادة التفاسير الهاجادية هي كل ما لا ينتمي إلى حقل الهلاكة، الدراسات الفقهية في شريعتي التوراة والتلمود. إن المدراشيم الهاجادية المقتصرة أصلا على تفسير نصوص الكتاب المقدس تطورت من عصر نشوئها إلى مقالات متممة تهدف الهاجادة إنجاز التشبيه إلى إنزال السماء إلى وعي جميع المخطوب فيهم من قبل الوعظ أو الربي، وجعل الأرواح الجمع ترتقي إلى السماوات سموا روحيا، وهي تبدو بهذه الوظيفة تعظيما لله وأنبيائه وكمواسا لإسرائيل في الشتات. وهي إذن المعتقدات الدينية المعتبرة كحقائق دينية والحكم الأخلاقية والمناقشات بصدد الجزاء الإلهي وترسيخ الشرائع المشكلة لجوهر القومية اليهودية ووصف ماضي الأمة ومستقبلها العظيم وأحداث وأساطير التاريخ اليهودي والثناء على الأرض المقدسة وقصص البطولات الدينية والأفكار المواسية في الشتات من كل الضروب من خلال هذه المواد أو المحاضرات. إلى اللقاء في القسم القادم.